أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كل يوم قصة، وقصة النهاردة بعنوان المدير والثلاث موظفين. في الحقيقة هي قصة واقعية وبنشاهدها في حياتنا اليومية، وزي ما تعودنا ما تنساش تضغط لايك وتعمل سبسكرايب للقناة. يلا بينا نسمع قصة، يلا بينا. والقصة بتقول كان في مدير بيشتغل معاه ثلاث موظفين ونائب ليه، وفي مرة المدير سأل الثلاث موظفين سؤال، والسؤال كان بيقول هل 2 زائد 2 يساوي 5؟ فأجاب الموظف الأول طبعا يا سيدي 2 زائد 2 يساوي 5. فأجاب الموظف الثاني برضو نعم يا سيدي 2 زائد 2 يساوي 5، ولكن إذا أضفنا لهم 1. أما الموظف الثالث فأجاب خطأ يا سيدي 2 زائد 2 يساوي 4 فقط. وفي اليوم التالي من العمل لم يجد الموظفين وعلى رأسهم نائب المدير الموظف الثالث، فذهب نائب المدير إلى المدير وسأله هل تم الاستغناء عن الموظف الثالث؟ فقال المدير نعم تم الاستغناء عن الموظف الثالث، لأن الموظف الأول موظف كذاب ويعلم أنه كذاب وهذا النوع مطلوب، أما الموظف الثاني هو موظف ذكي ويعلم أنه ذكي وهذا النوع أيضا مطلوب، أما الموظف الثالث فهو موظف صادق ويعلم أنه صادق وهذا النوع مرفوض. وبعدها جه الدور على نائب المدير، فسأله المدير هل 2 زائد 2 يساوي 5؟ فتوتر نائب المدير حين سمع السؤال، فتحدث مع نفسه قائلا إذا أجبت إجابة الموظف الأول والثاني سوف يكون مصيري مصيره، أما إذا أجبت نفس إجابة الموظف الثالث فسوف يكون مصيري هو الاستبعاد. فكانت إجابة نائب المدير سمعت قولك يا سيدي وعجزت عن تفسيره، فمثل لا يستطيعون تفسير قول عالم مثلك. فقال المدير في نفسه هذا الرجل منافق ويعلم أنه منافق وهذا النوع محبوب. وتقول لي إيه الرسالة في كده؟ أقول لك إيه الرسالة في كده. الرسالة في كده عزيزي المشاهد إني أصبحت المعايير بتاعتنا معايير خاطئة، والتي على أساسها يتم اختيار الكفاءة. يعني ببساطة كده إن في أصحاب مناصب بتشتغل مناصب هي ما تستاهلهاش، وعشان كده وصلنا للانحطاط الأخلاقي اللي حضراتكم وحضراتنا بنشوفوه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، واستنونا في قصة جديدة من برنامج كل يوم قصة.